بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم وبمشاهدي قناتكم. حقيقة التعديل يعني لازم تفعيل المحكمة الاتحادية لأنه مؤسسة مهمة ومعطلة عن عملها، وكان أمامنا طريقتين، إما تشريع القانون إما التعديل. فاليوم تم التصويت على التعديل، فبرأيي انها احنا قاطعنا الجلسة بالمناسبة، يعني احنا كتحالف الأمل الكردستاني قاطعنا الجلسة كموقف سياسي، ولو نشوف انه القانون والتعديل بين الأسوأ والسيء. أين كان الاعتراض سيادة النائب؟ أين كان الاعتراض؟ يعني قاطعتم الجلسة، كنت أود أن أسألك عن موقف أو مواقف بقية الكتل هنا، تقولين أنكم قاطعتم الجلسة، لماذا قاطعتموها؟ أين كان الاعتراض؟ مو أقول بين الأسوأ والسيء، التعديل هو السيء. لماذا؟ لأنه أول شيء التعديل مؤقت، مؤقت بهذا يكون أحسن من القانون، لأنه بما أنه مؤقت من الممكن أن نعيد التعديل مرة أخرى بما ينسجم مع الوضع. هاي أولا، وثاني شيء وفقا لهذا التعديل نقدر أن نحافظ على مدنية الدولة العراقية والمحكمة كما هو معلوم ومتبع، تتكون من القضاة وليس غير القضاة. وثالث شيء هو حل وسط بين الصراعات اللي كان بداخل مجلس النواب، يعني حل وسط بين لا ليس فيها فرض إرادة أي جهة على جهة أخرى. لكن إحنا لماذا قاطعنا؟ لأنه هذا القانون أصلا دستوريا انتهى. الأمر التشريعي وقت اللي تم تشريع الدستور انتهى صلاحية هذا القانون، لأنه بالدستور وفقا للمادة 92 من المفروض تشريع قانون، ما تم تشريع القانون. ونقطة ثانية، النقطة الثانية هو أنه التعديل اللي جرى اليوم من المفروض أن تجري بثلثي عدد الأعضاء، لأن وفقا لقرار المحكمة الاتحادية رقم 38 لسنة 2019، فيقول أي تعديل على هذا القانون، قانون المحكمة الاتحادية، لازم يكون بثلثي أعضاء. وإضافة إلى ذلك، فمن غير الممكن أن يتم تعديل قانون مهم كقانون محكمة اتحادية اللي صلاحيتها مثل صلاحية إنشاء الدستور، لأنه عنده صلاحية تفسير الدستور، فتفسير الدستور مرات يكون بمثابة تعديل الدستور. فمن غير الممكن أنت تتكون يعني تشكل الجلسة ب 170 نائب مثلا على سبيل المثال اللي هو الأغلبية المطلقة، وأنت تجي أغلبيها 170 راح يصير 85 أو 86 بصوت 86 نائب، تعدل قانون كهكذا مهم. وثالث شيء انهم كانتقام، يعني انا ما يهمني انه صلاحيه مجلس قضاء اقليم كردستان بترشيح القاضيين الكرديين، هذا ما يهمني حقيقه كتحالف امل، لكن المبدا الانتقام اللي كانتقام لمقاطعه الكرد، اكثريه الكرد، سياده النائب، مع هذا هناك من يرى من الكتل السياسيه، نعم سيادة النائب أسف للمقاطعة، ولكن ترى بعض الكتل السياسية أن النواب الكرد يريدون حق الفيتو على قرار المحكمة، بمعنى أن تكون القرارات داخل المحكمة بأغلبية 7 قضاة، بمعنى أنه للكرد حق الفيتو، بالتالي لابد من إقرارها بهذه الطريقة. نعم، هسه بالقانون الحالي هم المسائل المتعلقة بإقليم كردستان بثلثي أعضائها، يعني 6 على يعني 6 من 9 أعضاء يصوتون للمسائل المتعلقة بإقليم كردستان. احنا وأي مكون آخر من حقها أن يطلب الفيتو في قرارات هذه المحكمة، لأن قرارات هذه المحكمة
مهمة جدا كما قلت، عندهم صلاحية تفسير الدستور، تفسير الدستور مرات بمثابة تعديل الدستور، عندهم صلاحية إلغاء القوانين بحجة مخالفتها للدستور، عندهم صلاحية حسم المنازعات بين السلطات الأخرى وبين الحكومة الفيدرالية والحكومة الأقاليم والمحافظات، فكل هذه الصلاحيات هي يعني يجعلنا أن نطلب حق الفيتو لكي نضمن حقوقنا الدستورية، نضمن المحافظة على حقوقنا الدستورية. طيب، اللي ثبت الدستور يعني سيادة النائب، نضمن القرارات التي تصدر. بالتالي حق الفيتو بمعنى تعطيل قرارات المحكمة في حال أي نزاع، بالتالي رأت هذه الكتل الأخرى أنها أمام منعطف إقراره بدون النواب الكرد. احنا فقط نريد حق الفيتو بالمسائل المتعلقة بإقليم كردستان. واضح. المسائل الأخرى بالأغلبية. طيب، البسيطة. طيب، بس المسائل المتعلقة بإقليم كردستان نريد يكون عندنا قضاة الكرد عندهم فيتو. طيب، الآن تمت إضافة مادة للقانون تجيز لأعضاء المحكمة الاتحادية أداء القسم أمام البرلمان في حال تعذر أداؤه أمام رئيس الجمهورية. ما هذه الفقرة، ما أهميتها؟ هذا 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 ما لا أهمية لها غير الانتقام، ولا داعي لها، والمتبع في كل الدول انه قضاة المحكمة الاتحادية يؤدون القسم امام الرئيس، رئيس الدولة، وليس. طيب، امام البرلمان. لماذا؟